لو الحكاية فيها إن فيتو اتفرجت في أحمد زكي وأفلامه وخصوصا النمر الأسود. أحمد زكي ممثل جامد يعني في أعمال كتير جامدة جدا، من أول النمر الأسود دي كانت حاجة بسيطة بالنسبة لأعماله الفنية، يعني هو كان ممثل عبقري وأعماله كلها أصلا عبقرية. يعني مثلا لو جينا بصينا مثلا حاجة زي أرض الخوف دي عمل عبقري جدا، أول مرة أشوف حد ممكن يمثل وهو واقف من ظهره، يعني أنت ممكن تشوف تاخد رياكشن أو انطباع من ممثل وهو واقف بظهره بيمثل، حاجة غريبة جدا يعني. تشوف مثلا فيلم زي معالي الوزير مثلا لحد دلوقتي لو اتفرجت عليه هتلاقي إن هو برضه قوي جدا. الفيلم جميل طبعا، الفنان أحمد زكي كبير طبعا ومعروف. الفيلم طبعا كان بيجسد شخصية، واحد عنده حلم ولازم يوصل له وسر يحدث. تمام، نفسك تبقى زيه؟ قصة جميلة بصراحة، وأداء التصوير بتاع الفيلم اللي عاجبني جدا، وأستاذ أحمد زكي يعني أدى الدور بمنتهى البراعة بصراحة. هو كان راجل مصر يعني اللي هو يحقق الهدف بتاعه، اللي هو يوصل في بلد أصلا كان يعني مش بيعرف يتكلم فيها اللغة أصلا وحققه بقى. بطل الجمهورية 2008 المراكمة، نفسي اطلع زي احمد زكي في بطولاته في النمر الاسود، اطلع زيه في افلامه. بس في ايه بقى بالظبط؟ في ايه؟ ان هو ملاكم، كان ملاكم كويس في الفيلم، محبوب، شهر في المانيا بسبب اختراعه.